كابتن يعني ندى ايمن نجمه الفريق ونجمه منتخب مصر السابق. منورانا يا كابتن ندى، واتفرجت على المباراه بالكامل معانا. كانت مباراه قويه وجميله، والف مبروك للمجلس والنادي وللاعبات، كانوا على قد المسؤوليه وكانوا دايما زي ما تعودنا عليهم ابطال، يعني هم نعم. دول فتيات الذهب. نعم كابتن كريم جمعه، برحب بيك والف مليون مبروك، وتعبناك معانا النهارده. شفت المباراه كلها معانا، يمكن ما طلعناش قبل الحلقه قبل الاستوديو، ولكن طلعنا بعد المباراه. برحب بيك يا كابتن كريم. اهلا بيك كابتن هيثم. طبعا الف الف مبروك لفتيات الذهب. فعلا فتيات الذهب دي كلمه فعلا للنادي الاهلي، لمجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبات. فعلا كانت مباراه تليق باسم النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا نقول ان النادي الاهلي دايما بخير والاهلي بمن حضر فعلا. نعم، وخليني اقول يا كابتن انه النهارده يعني جمهور النادي الاهلي لم تهتز ثقته لحظه. يعني انا متابع السوشيال ميديا عن قرب وقاعد بتفرج على المباراه وبتابع كل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا. جمهور النادي الاهلي كان عنده ثقه غريبه في المكسب بشكل لا تتخيله. تفسر ده بايه يا كابتن؟ اكيد طبعا، يعني فتيات الذهب يعني سجلهم دايما بطولات، يعني الدوري احنا واخدينه 38 مره، فالسنه دي كان في ضغط كبير قوي من السوشيال ميديا ان في لاعبات ثانيه راحت نادي الزمالك، بس دايما النادي الاهلي عنده ناشئات وعنده قطاع كبير جدا في الكره الطايره. قدرنا النهارده يعني بالناشئين وباللاعبات اللي عندهم انتماء فعلا للنادي الاهلي ان احنا نقدر نكسب. ومباراة النهارده كانت سجال، كانت رايحه جايه دايما، بس كنا قاعدين بنتفرج عندنا ثقه كبيره جدا في الفرقه ان هم هيرجعوا يقدروا يكسبوا ان شاء الله.